واحد النهار مشيت عند الكلية الطبية عند واحد الطبيب اليد ديالو بيضاء علينا، واحد الراجل، واحد الراجل عظيم سميته عمر بن عمر، طبيب الأسنان، ما قصرش مع السجناء في المال، ما قصرش، واخا خدع ليا العصا كان كيداوي لنا طبعا فابور مسكين. واحد النهار مشيت لعندو باش يصاوب لي شي حاجة في السنان ديالي، ما لقيتوش. شو نتلقى مع الطبيب ديال هرمو ديال طازمة مات اللي كان هما، هو شافني بحال اللي شاف ابليس وتخلع وهرب. ما بغ... انا مشيت نسلم عليه وهرب، ما بغاش يسلم عليا، خاف يقولوا راه كيتعاطف معاهم، هرب. ما يلو هذا لهالدرجه، خليته. مشيت كنقلب على الدكتور بن عمر، مشيت للبيرو ديالو، انا دقيت وانا كنلقى الطبيب معاه جالس معاه. اليوم مصيبه صاحبي، هربنا منك، تابعني بحال المصيبه. قلت له هالدرجه؟ قال لي ما خصي مشاكل اخويا، يسال حاد الماكله ما مولفاش، خاصها تاكل الماكله ديال تاسما مرض باش تبقى مزيانه، تفورماطات عليها، فهمتيني؟ جانا اسهال وديك الشيء، بقوا كيعلفونا يعني بكل ما في الكلمه معنا، العلف اكل كل. لا لا ما عرفتيش، اكل كل، وكيوزنونا بحال بهايم، كل صباح كيجيو شحال زاد شحال من غرام، كل 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 ماكله. وهي هذيك تجي عندي واحد لاجيدون في الجدرميه، كيعرف الاخ ديالي، قال لي شوف راه غادي سميتو غادي يديوكم، ربما غادي يسرحوكم تمشوا بحالكم. النصيحه ديالي ليك، عندك تبين باللي راك مريض. قال لي يقدر غدا يجي وراك نتايا، كيشوف السو واحد اللي كيترقع كيبان فيه ترقع وديك الشيء كيبغيو يديوها، لان كون كنخرجونا هكا كيهربوا، العائله ديالها تهرب منا. جا لعندي وكانت جاتني الترويحه، وقال لي عندك تبين فيك الترويحه، راه تقدر. قال لي المغرب هذا، راه هذوك اللي خرجوا داوهم يقدر يقول لك ردوهم لطازمه مرض بحال الريح، انت خصك. ودابا هذه العقليه جيت انايا، جا مع الصباح وجا عندي هذاك سميتو في الليل، جا عندي في الطول ديك الكولونيل مع واحد الطاقم بزاف ديال الناس المخابرات، جا قال لي بقى يديه وانت كذا، دابا انت عندنا ضيف وانت صافي، الماضي لا يعود، عف الله عما سلاف، وحنا عطينا وفرقوا علينا المصاحف ديال القران، الا قالوا لكم قولوا لهم احنا كنا في واحد الثكنه تهلاو فينا، وانت كتعطونا القران وكل شيء بخير وعلى خير، ما تهضرش على تازم مارت، ودابا خصك تشكر هذا اللي تلقاك وكذا. انا ما بغاش تدخل لي ديك شكرا، بقيت غير ساكت. قلت له شكرا، قال لي مشي، انا خصك تشكرني، ما بغاش تخرجني. قال لي شوف انت راسك قاصح، كنأدي لك يمين الله، النهار عاود يكون عندك افيرا موا زعما تلقى معايا، اقسم بالله ترميك في بير. وانا هاي قال ساك حاني راسي يا لي، ما سكت ما والو، اسكت. الغد اللي جا قال لي موجود، وانا خفت نعطس يردني. كان حارب باش ما تخرجش مني شي عطسه. هذيك داونا دارونا في واحد الشاحنه معصمين العينين، الجلابه ديال هذي شي مضادر ديال الحديد ولا ديالاش ليمونوط. الصحيحه ولات شويه ديك الساعه شويه معلومه كتحسن، والطبيب ولي فيتامين وسميت ديك الشيء، ديك الشيء اكسيليري، واحد الوتيره ما تصورش في العقل. مشينا وعطونا واحد الصاك، الصاك ديال الميكا كبير ديال الميكا بحال اللي كيديروا فيه الزبل، باش حتى هاد الجزئيه هادي مهمه بزاف، لان الحسن التلمي كان غيمشي لميريكا، امرهم باش يعطيونا جوج ديال البيدلات دو كومبلي دو كوستيم، ويعطيونا جوج ديال السورفيتمات، ويعطيونا فاليزه على حقها وطريقها، وفيها لي سليب ولي سوفيتمون والقمايج وداك الشيء والصبابط وداك الشيء. غير هو مشى، هما قبضوا ديك الميزانيه وقلبوها. جابوا لنا واحد السروال، انا داير بحال السوطه ديال الصبابط، لبسوا لي واحد الكومبلي، جاني بحال برموده من هنايا، ملصق من هنا، انا رقيق وما عرفت كيفاش بحال شي مصرانه. وجابوا لنا واحد السورفيتمون ديال قيلني، وشي سميتو، دارهم ديك الباليزه داروها لنا في ميكا، والباقي سرقوه.
مشينا بديك ميكا بديك ميكا حتى وصلوني الغفساي وصلوني الغفساي دخلت لقيت القايد وحده والدنيا والدنيا كي لكن كي كيتغداو عند القايد شكون مخابرات وسميت وما قالوا هو جا جات مين جات ديك السياره اللي هزتني لا بعدا قبل واحد النقطه مهمه بزاف في الطريق هذاك الكابيتان هو اللي كيحكم في سميتو الكابيتان كوموندون لا ريجيون ديال تاونات في الطريق كيهضر معايا باين عليه راجل طيب كيهضر 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 معايا كيهضر معايا وبزاف الاشخاص كنعرفوهم مشتركين اصدقاء وصلنا لواحد البلاصه ويقول لي شوف انا هاد الاوامر هاد الاوامر هادي سخيفه هادي باش نخليك انا بالبوندو وبلي منوط هادشي سخيف هادشي انا غادي نتمرد على هاد الاوامر والله سيدي تنعطيك نسلمك للقائد وانت كتشوف هادشي حشومه هادشي هادشي ما كيدارش تمرد عيط لهذوك الجدرمين اللي كانوا دايرين لي في الوسط خرجنا هبطوني من السياره وزول لي هذيك الشيء بقيت نشوف الطبيعه كنشوف قدامي واحد الواد هابط وكنشوف على امتداد البصر كنشوف الزيتون والطبيعه وكان في الشهر ديال اكتوبر بعد 20 سنه يعني الاقل احساس باش نصور هو ان بحالنا اي شيء انسان دوز الصراط وقال له الله سبحانه وتعالى ادخل الى الجنه جاتني الطبيعه بحال الجنه وجاتني ديك الجمال ديال الطبيعه ما عنده حد وديك الواد منساب هابط هكا وخضر جات دار فيا القبطان قال لي واش عرفتي فين انت قلت له لا قال لي وزعما راك في البلاد ديالك قال لي هذا الواد اولاي ما عرفتوش شو شويه وانا كنشوف شي واحد المجموعه ديال الاطفال غاديين للمدرسه وبقيت كنتعجب وديك اول مره كنشوف وجه بريء ديال البراءه ديال الاطفال كيشوفوا فيها بواحد حب ديال الاستطلاع وديك شي واحد الفضول وهزين واحد على كتافهم بحال الصاك الصاك ما الصاكادو عامرين اش كيدير واش دري ولا كيقراو بالصاكادو حنا كندو هاك كناش كنقراو بنديرو فيه جميع المواد هذا الصاكادو شنو عاد عرفت باللي جردوا المخ وزادوا الثقل في الظهر وديك كيشوفوا فينا مساكن وهذاك الدراري قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.